صاحيه من النوم والفكره اللي مسيطره عليا هو احنا ليه بنخاف الموضوع ده طبعا انا درسته كتير وقريت فيه ودرسته دراسه في في الماستر بتاعي لما كنت مركزه على الليدرشيب والبزنس ليدرشيب والكوربريت ليدرشيب اللي هي القياده المؤسسيه و بعد بعد كده لما كنا بندرس التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والمخاطر والكلام ده كله وعارفه عنه مواضيع كتير قعدت افكر كده هو ايه اشمعنى ليه جت الفكره دي النهارده في دماغي فطبعا اكتشفت ان انا كنت قاعدة عمالة اقرا بعض المسجات اللي جات لي وكان في مسج منهم سيدة بتتكلم وبتقول بس انا خايفة من كذا 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 وكلامها دو فكرني بزيك زيكلر زيك عالم له مش عالم يعني محاضر وكاتب وله كتابات كتيرة قوي قوي وللأسف في عندنا ناس في الدول العربية سرقين من شغل وحاجات كتير قوي من زمان وأنا بقول لكم ناس وأسماء براقة ومعروفة وسرقين من شغله وناسبين الكلام بتاعه ليهم عشان كده أنا ما بحبش أقرأ الكتب دي لأن أنا عارفة أصلا إن هي مسروقة أصلا من زيك زيجلر. المهم زيك زيجلر بيقول إيه؟ خوف بالإنجليزي يعني Fear F E A -R. فهو خد الكلمة دي وعمل لها تريكة كده لعبة كده Fear معناه False Evidence appears right يعني ايه؟ يعني إيه دليل خاطئ يظهر انه صحيح فدي حاجه خليها على جنب هنرجع لها تاني من ده من برضو من ضمن البحث اللي انا بحثته إيه اكتشفت ان احنا بنتولد ومعانا نوعين اتنين بس من الخوف تخيلوا احنا بنتولد من بطون امهاتنا بنخاف من حاجتين اثنين بس بنخاف من الصوت العالي وبنخاف من الوقوع لان الصوت العالي سبحان الله شوفوا ربنا غرز ال 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 نوعين الخوف دول في في في, في نفسنا لان الصوت العالي بيدل ان في حاجه قويه ممكن تكون اقوى مننا فممكن تودي بحياتنا تاذينا والخوف من الوقوع. لان احنا لا بنطير ولا زي القطط بنعرف نلف نفسنا في الهواء فننزل على رجلينا ولا عندنا باراشوتات ولا اي حاجة فلو وقعنا هنتأذي فنوعين الخوف دول هو الغريزة البقاء اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعهم جوانا طب ايه بقى انواع الخوف التانية ليه بنخاف من حاجات كتيره قوي ليه بخاف من الضلمه ليه بخاف من التعبين ليه بخاف من كذا ليه بخاف من كذا كل انواع الخوف الثانيه خوف مكتسب تشوفوا مثلا الصور او الفيديوهات للولاد الصغيرين اللي في اللي في الهند مثلا وهم قاعدين عمالين يلعبوا بالتعبين <applause> والتماسيح وكان في صوره في افريقيا بنتين راكبين فوق تمساح جوه الميه والصوره حقيقيه ما كانتش فوتوشوب فايه ده ايه ده؟, ده الحاجات اللي احنا بنخاف منها والخوف من الضلمة في ناس ما بتخافش من الضلمة في ناس تانية بتخاف من الضلمة والخوف بقى سواء خوف مادي يعني تجاه حاجة حقيقيه فعليه في حياتنا او خوف معنوي إيه زي مثلا الخوف من كلام الناس الخوف من الفشل الخوف من السقوط إيه الخوف من الاحراج الخوف من إيه إيه ان حد ياذينا ان حد يضربنا خوف مادي وخوف معنوي ف زي ما بقول لكم الخوف في منه أنواع النوعين دول دول اللي, بي, اللي بنحافظ بيهم على حياتنا انا مثلا واحدة من الناس اتربت عندي فوبيا من الروائح الوحشة خوف من الروائح الوحشة وفعلا فعلا قلبت معايا بخوف آه لانه وانا صغيرة كان في شخص عزيز على وقريب منى جدا جدا آه كانت دايما بتجيله تقرحات الفراش لانه كان قاعد مقعد في فراشه فلما كانت زوجته بتنظفه وبتستخدم بقى كولونيا خمس خمسات وتنظف الجروح بتاعته كنت بشم الريحه الوحشه بتاعه الجلد المتقيح ده فمن وانا صغيره اتربت في الحته دي وظهرت يعني بشكل كبير قوي ومبالغ فيه جدا لأن كنت في زياره لملجا ماوى للناس الهوملس المشردين وطبعا المكان بيحاولوا ينظفوا والاستاف اللي بيشتغل هناك بيحاول ينظف المكان على طول على طول ولكن الناس المشرده اللي اللي بتقضي وقتها يا عيني بره وفي منهم عنده خوف من الميه اكتشفت ان في اتنين من نزلاء هذا المأوى عندهم خوف شديد جدا جدا من الميه فكان في روايح كريهه وابتديت زي ما تقولوا يجيني حساسيه وحسية في وشي وحسية في ايديا ووضع و... و... اريتيتد لدرجة ان صديقتي اللي كانت مشرفة على هذا المأوى او الملجأ قالت لي انت ايه في ايه فخدتني على مكتبها وتكلمنا قالت لي انا كان المفروض ان انا فالنتير معاها اتطوع معاها اشتغل معاها قالت لي لا انا كده مش ممكن هاخدك ابدا تفولنتير معايا لك على حاجة تانية تعمليها تكون بعيدة عن الاختلاط المباشر بالنزلاء دول او ان انت تيجي هنا او الكلام ده كله فده مثلا خوف من جوايا اتربى اكتسبته من حادثة معينة من حاجة معينة والدتي مثلا عندها خوف فظيع جدا من السرعة عشان برضو حوادث او حاجات حصلت في حياتها في ناس بتخاف من الضلمه يعني بتخاف من احساس الكلوستروفوبيا او الاختناق والكلام ده كله فنرجع تاني كمان لزيك زيجلر فير في انواع من الخوف بنكون حاسين بيها لان انا لاننا ما عندناش المعلومات الكامله كان في صديق من اصدقائي الكبار قوي في السن بيقول لي انا كنت دايما اخاف من الدخول في اي مشروع جديد وعدت عليا مشروعات ومشروعات كان ممكن انجح فيها ولكن خوفي الدائم من ان انا اخسر من ان انا افشل طيب طب هل انت دخلت في حاجة وخسرت وهو ده اللي عمل عندك الخوف قال لي اه عملت وانا صغير مشروع معين وخسرت فيه طيب انت كنت بتبقى دارس المشروع من كافة جهاته قال لي اه وكنت لما اجي عند مخاطر المشروع ده ابتدي اقلق فكل مشروع بندخل فيه او كل حاجة جديدة بندخل فيها ليها مخاطر ولازم علينا ندرس هذه المخاطر ونحط خطة ان احنا ازاي نتجنب هذه المخاطر او لو ما تحصل ازاي اتعامل معاها فاحيانا بيجيني معلومة وبدون ما اتاكد منها او اقلبها من جميع جهاتها اعتبر ان هي خلاص صح وابتدي اخد رأي يعني اخد القرار بناء على ذلك الحاجة التانية كمان ان الخوف عامل زي, ال... زي, زي ريحة الوحشة في المكان بتعرفنا ان في حاجة غلط او ان في حاجة ناقصة إيه لما تدخل المكان وتلاقي زانت كده تقولك ايه افتح تقول إيه هوي ده معناه ايه معناه نقص هوا مفيش بنتليشن مفيش, مفيش إيه تهوية كافية مفيش هوا داخل وخارج طيب ده معناه ايه لما خاف من حاجة يمكن ما عنديش المهارة الكافية اللي تخليني اعمل الشيء ده يمكن ما عنديش القدرة الكافية اني اعمل الشيء ده مرة كنت واخدة اولادي لنادي تسلق هذا النادي روك كلايمبينج كلاب النادي ده الحوائط بتاعته محولها كأنها جبال السطح الرف بتاع الجبل ومحطوط فيه حاجات والولاد والشباب بيمسكوا في, الـ في الـ النتوءات ديه ويبتدوا يتسلقوا وطبعا رابطينهم بحبال و... والكلام ده كله ف... فأول مره ابني كانوا صغيرين يعني ده كان عنده ايه 12 سنه و8 سنين آه... فابني صغير بيقولي ماما انا خايف فسمع المدرب قال له عارف انت ليه خايف قال له ليه قال له عشان انت لسه ما عندكش المهاره ولا القدره انك تتسلق الجبل الكبير قوي ده قال له اه فعلا قال له تعالى بقى وراح واخده في حته تانية في الكلاب فيها جبل صغير عاملينه للولاد الصغيره اللي لسه يا دوبك بيتعلموا ازاي يتسلقوا الجبال. فجه وخده من ايده عند الجبل ده وقال له شوف ها ايه رايك؟ نقدر نطلع الحيطه دي؟ قال له اه اقدر اطلع عليها. فقال له طب استنى مربوطك بالحبل قال له لا لا ما تربطنيش بالحبل يلا تك 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 وتسلق الجبل الصغير وطلع على الاخر خالص وكان فرحان جدا بنفسه. فالمدرب خده وراحوا بقى عند الحيطه الكبيره دي وشاور له كانت الحيطه متقسمه اه ارتفاعات وشاور له على ارتفاع معين وقال له شايف الارتفاع ده؟ قال له اه قال له انا عايزك تطلع عند الارتفاع ده بس وما تخافش انا مثبتك بالحبال دي فحتى لو اتكعبلت او اتزحلقت مش هتقع في الارض وتتخبط وفعلا الولد اتسلق الارتفاع اللي هو وصل عليه المدرب وكمل كمان شفتوا كان خايف في الاول او احيانا بنكون خايفين في الاول لان ما عندناش المهارة ولا القدرة ان احنا نعمل هذا العمل 100% على اكمل وجه وكل ما تزيد قدراتنا كل ما تزيد ثقتنا في نفسنا ويتضاءل خوفنا من ان احنا نعمل هذا الامر ايه تاني بنخاف تاني ليه ايه بنخاف عشان في تجربه مؤلمه معرفناش نتعامل معاها ايه برضو صديق من اصدقائي الكبار في السن ايه قال لي هذا هذا الرجل اتربى يتيم والده توفى وهو كان اصغر اخواته وكان اخوه الكبير بيضربه ضرب مبرح جدا جدا وبيضربوا على اي حاجه وكل حاجه إيه لان اخوه الكبير ببساطه هو نفسه كان كان لسه صغير في السن برضو يعني ما ينفعش يقوم بدور اب إيه وقبل بقى ما يتجوز ولسه كانوا في الدراسه والكلام ده كله فكان كل ما ال... هذا الطفل يعمل غلطه يضرب جامد قوي قوي عليها فكان بيستحمل الضرب بيستحمل الضرب بيستحمل الضرب وبيخاف جدا 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 من اخوه في مرة من المرات أخوه بيرفع عليه العصاية فبيقول لا شعوريا خبطت إيدي في العصاية وقفتها ما نزلتش عليا واستحملت الضربة اللي جت على دراعي ما وجعتنيش زي كل مرة فجات له شوية جرأة جرأة على مواجهة الأمر فأحيانا بنقابل موقف وبنتأذي منه أول مرة وبنخاف منه أول مرة ولكن لو سيبنا هذا الخوف مصال يعني مسيطر علينا مش هنعرف نواجهه المره الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه وهنفضل على طول مقهورين لكن لو لو استجمعنا يعني فتات شجاعتنا من هنا حته ومن هنا حته ومن هنا حته وحاولنا ان احنا نواجهه هذا الخوف هذا الامر الموقف ولو لمره واحده اعتقد ان في حاجات كتير قوي قوي هتختلف في حياتنا فالنهارده طبعا زي ما بقول لكم دايما انا بحاول ان الكلام اللي انا اقوله يكون مرتبط معاه كمان ازاي نطبق الكلام ده فالنهارده دعوه ان احنا نفكر في حاجه واحده بس بنخاف منها سواء حاجه ماديه او حاجه معنويه ونعرف ليه بنخاف منها وايه اساس هذا الخوف؟ وتاثير هذا الخوف على حياتي ما هو الخوف ده ممكن زي ما هو ممكن يمنع عني شر ممكن يمنع عني خير. وازاي اتعلم بقى ان انا ادور هذا الخوف في دماغي وافكر فيه بطريقه بحيث اني اعرف ازاي اواجهه او ازاي اتغلب عليه او ازاي احوله لصالحي. آه مثلا من ضمن الحاجات آه في ناس مثلا بتبقى خايفة انها تاخد خطوة معينة في الكارير بتاعها سي مثلا عايز يسيب الشركة دي ويروح شركة تانية وخايف من هذه الخطوة انت خايف من هذه الخطوة ليه؟ لازم تفكر هل انت مش واثق مية في المية في المكان اللي انت هتتنقل ليه؟ تقوم تدرسه اكتر تعرف عنه اكتر تحسب الموقف اكتر هل انت اي 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 عندك احساس ان هيحصل لخبطه في حياتك فالاشياء اللي انت معتاد عليها هتتلخبط ايه بقى اللي ممكن يتلخبط وازاي ممكن اواجه ده وازاي ممكن اخطط له زي سي مثلا سيده مثلا قاعده في البيت فتره وعايزه تدور على شغل بس خايفه خايفه من ايه؟ هل خايفه من كلام الناس هل خايفه من من قدراتك انت في في سيده كانت كنا بنشتغل مع بعض في, في, في شركه وقالت لي ان هي قبل ان هي خدت وقت طويل جدا جدا على ما ابتدت تاخد الخطوه الاولى انها تدور على شغل وكانت كل ما تيجي تدور على شغل وتكلم صديقه من صديقاتها تقولها مين اللي هيشغلك في السن ده مين اللي هيشغلك ده انتي اساسا اتخرجتي من الجامعه بتاعتك من سنين قد كده مين كذا مين كذا لغايه ما قررت هذه السيده ان هي تنزل وتدرس حاجه تانيه وتقوي مهاراتها شويه فلما قويت مهاراتها شويه ابتدت تاخد ثقه في نفسها ان هي لأ انزل ادور وكسرت هذا حاجز الخوف من ان هي تروح في مكان ويقولوا لها انت كبرتي في السن او تروح في مكان ويقولوا لها انت اساسا الحاجات اللي اتعلمتيها دي خلاص يعني عفى عليها الزمن زي ما بيقولوا ف النهارده فكروا في حاجه واحده بس حاجه واحده بس بتخافوا منها ممكن تكون حقيقيه في حياتنا او حاجه معنويه انا بخاف مثلا من كلام الناس ليه بخاف من كلام الناس ليه هيقولوا عليا ايه؟ آه آه طب افرضوا مثلا ان قالوا مثلا ايه اللي هي بتعمله ده؟ ده هيأثر ازاي على حياتي؟ ده هيغير ايه في حياتي؟ آه 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 طب طب أعمل ايه عشان أعمل الكلام ده؟ يمكن مثلا الواحد محتاج يمهد للي حواليه بدل ما يفاجئوا ان هو عمل حاجه معينه أمهد لهم آه خطوه خطوه ان أنا مقدمه على هذا العمل. إيه فنفكر نفكر في حاجة واحدة في حياتنا بس النهاردة خايفين منها ونبتدي نقلبها كده ونحللها أنا خايف من ده ليه؟ طب إيه المعلومات إيه المعلومات اللي, اللي, اللي عندي؟ إيه مدى صحة هذه المعلومات؟ إيه 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 قدراتي هل أنا عندي القدرات على, على القدرة على مواجهة هذا الأمر؟ هل أنا عندي المهارة إيه إيه على مواجهة هذا الأمر؟ إيه في مثلا يقول لك لو أنت عايز تبتدي شغل لو انت لو او عايز تبتدي مشروع فين البيزنس بلان بتاعتك فين الخطه اللي انت عملتها روحت كلمت حد في ال ال المجال دوا بيدرس ال ال المجال دوا عشان تعرف منه كل الابعاد ايه قريت كتب عليه ايه درسته ايه حوشت فلوسه ايه طب حوشت فلوس تكفيك لغايه لما تبتدي تعمل ايه ايه منه دخل ايه كلها امور معينه لو مسكنا فيها فصصناها حته 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 هيضيع الخوف اللي احنا ممكن نكون حاسين بيه. النهارده قررت ان انا اخدكم معايا النهارده بقى لي كتير قوي ما صورتلكوش طبعا يعني ما فيش حاجات كتير قوي في في حياتنا وحياتنا الى حد ما هاديه شويه ما بين خروج محدود اوي وفي اماكن معينه وحاجات كلها بنعملها جوه البيت بس قلت يعني نوع من التغيير هاخدكم معايا النهارده زي ما باخدكم كل يوم <applause> يمكن اشوفكم بعد شويه